الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه السرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. في الفيديو ده بسرعه ازاي تعمل تكتب الصفر على الشمال باللوجيك يا جماعه وبالمنطق في الرياضيات، ان الصفر بيبقى ملوش لازمه على الشمال. لو انت كتبت مثلا 0 10 ما بيكتبش الزيرو قبل ال 10 لان هو ملوش لازمه. فانت عشان تكتب 0 10 بتكتبها ازاي؟ بص هتكتبها ازاي، هتيجي تقف هنا كده او تيجي تقف على العمود اللي انت عايز تكتب فيه الارقام وتروح دايس هنا. دي الاختيارات بتاعت ازاي تختار الخانة. ممكن يقولك عايز الخانة دي تخليها بالتاريخ، عايز الخانة دي تخليها زي وقت، احنا نخليها تكست ان هو يقرأ الخانة دي كأنها كتابة. فتيجي تكتب 010 هيفهمها كأنها نص، 012 وهكذا. طب افرض دلوقتي عندك مشكلة ان انت عندك ارقام كتيرة قوي زي مثلا 010 012، لا ما نخليهاش هنا، نخليها مثلا في حاجة تانية، مثلا 010 012 011. انت عايز تحط الاصفار هنا، فتعمل ايه؟ تروح كاتب الاصفار هنا كده 0 0 0 قبل الخانة بتاعتهم، وتعمل في الخانة اللي جنبيهم اللي هو بيساوي ده، بعد كده علامة الاند اللي هي دي اللي هي شيفت 7، وبعد كده تختار الرقم ده، وبعد كده تقفل او دوس انتر وخلاص. بقت كده كتبت 010. عشان تثبتها صح تروح دايس هنا كليك يمين كوبي، وبعد كده تعملها بيست اللي هي 1 2 3، وبعد كده تخليها على تكست. بمجرد ما تيجي تكتب هنا يبقى الزيرو موجود. بس كده يا جماعه، انا حبيت ان انا اشرح لكم مشكله الزيرو الناس اللي بتلخبط فيها. فالموضوع سهل جدا وبسيط، وما تنساش تعمل طبعا تعمل لايك وتشترك معايا في القناه وتعمل كومنت لو حضرتك عجبك الفيديو، ولو عجبك الفيديو قوي اعملوا شير او مشاركه ما بين اصدقائك عشان كل يستفيد. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.